بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نجي الى امبوت جديد او نوع جديد من امبوتس الازرار. طيب راح اجي راح اقول له امبوت تايب، راح اقول له فايل. اوكي راح اقول له فايل. طيب راح اقول له مثلا نيم يساوي مثلا، خلينا نقول دبل، نقول له مثلا ماي فايل. خلينا نقول بهذا الشكل ماي فايل، راح اعمل له بهذا الشكل كنترول سيف. طيب جميل، راح اجي راح اعمل ريفرش، راح تلاحظ ايش عندي، مثل حقل لرفع الملفات. لو دوس براوز يفتح عندك حقل لرفع الملفات بهذا الشكل. طيب اذا هذه فكره الامبوت فايل، لكن خلي بالك اذا كنت تستخدم الامبوت تايب فايل لابد انك توثق فوق وتقول له بهذا الشكل، تقول له انك تايب. طيب تقول له انك تايب وتحدد له في الانك تايب انك تقول له انه هو مالتي بارت سلاش فورم داتا. ايش راح تقول له؟ راح تقول له مالتي بارت، عفوا بارت سلاش فورم داش داتا بهذا الشكل. تقول له مالتي بارت فورم سلاش فورم داش داتا بهذا الشكل. اوكي على اساس يعرف انك راح ترفع ملف. هذه تستخدم لرفع الملفات. الانك تايب هذا يستخدم اذا كنت تبي ترفع ملفات. طيب خلينا نجي مثلا نقول هنا امبوت تايب يساوي، راح اقول له سبمت، راح اقول له نيم يساوي، او خلونا نقول فاليو قيمه، انا ماني محتاج نيم هنا. راح اقول له مثلا ابلود مثلا فايل. طيب بهذا الشكل واضغط كنترول سيف، اجي اطبع ريفرش. كيف تلاحظ ابلود فايل؟ يعني لما اضغط هنا بعدين اضغط ابلود يرفع عاد هو الملف. اوكي اذا هذه هي فكره التايب اللي هو نوعه فايل. الى هنا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.